تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالشكر لاتحاد الصناعة المصري على تبرعه لمؤسسة حياة كريمة بعدد من كراتين السلع الغذائية. هذا وقد شارك اتحاد الصناعة المصري بتعاون مع حياة كريمة في مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكثر من 20,000 كرتونة مواد غذائية. كما يساهم اتحاد الصناعة المصرية بتوزيع 35,000 كوبون سلع غذائية تصرف من المجمعات الاستهلاكية.